دانت جبهة الإنقاذ استهداف الصحفي محمد العماد رئيس تحرير صحيفة الهوية بزرع عبوة ناسفة في سيارته. ووصفت الجبهة في بيان لها الحادث بالإرهابي الخطير، معتبرة أنه الأول من نوعه الذي يستهدف صحفي بهذا الأسلوب الرخيص والغادر. واعتبرت الجبهة أن الحادث جزء من سلسلة متصاعدة من الهجمات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة بغرض ترهيبها وأخضاعها وتضييق مجال الحريات الإعلامية التي هي أحد أهم استحقاقات ثورة التغيير. أكدت مصادر طبية للساحات أن جريح الثورة عبده فارع حيدر في وضع إنساني متردي، وأن حياته في خطر بسبب الغرغرينة. وبحسب التقارير الطبية فإن حيدر يعاني من ألم شديد أسفل الظهر وغير قادر على الحركة بسبب تعرضه لطلق ناري في الظهر أثناء مشاركته في ثورة الشباب السلمية عام 2011. ويحتاج الثائر حيدر للعلاج والتأهيل في مركز متخصص خارج اليمن كونه يعاني من شلل نصفي أسفل ظهره. وعلى الصعيد ذاته يواجه الطفل أيمن العريقي صعوبات كثيرة في الحركة والتنقل نتيجة إصابته برصاصة في ظهره أثناء مشاركته في ثورة الشباب السلمية بمحافظة الحديدة ضد النظام السابق. الزميل عبد الإله صالح تتبع هذه الحالة ورصد لنا هذا التقرير. جراح هذا الفتى لم تلتئم بعد رغم التئام أطراف العملية السياسية، سلطة ومعارضة ما قبل الثورة في حكومة وفاق إثر تسوية سياسية تناست حقوق الجرحى وأناتهم. الطفل أيمن العريفي ثائر من ساحة التغيير بالحديدة، شارك في كل فعاليات الثورة حتى بعد إصابته برصاصة في أسفل ظهره. أصيب أيمن ليلة الاثنين الموافق 10 إبريل 2011 ميلادية حين خرج في مسيرة ليلية مستنكرا مع أقرانه ما يحدث من مجازر في تعز. وصلنا فتق جار المغيل، شفنا بلاطية لازم يردون بالحجار شوية غزر روحنا وقلنا الفكة الثانية عقشار النخيل شوية حنا قرينا لفتنا عنهم قاسين دبتوا حنا. أنا أدري كيف شفت واحد قال الأول تي فلت جنبي صورته افتقعد، الثاني فلت صورته شوية صور لفت لفق كذا شفت واحد بادي يصور بدري معه قناصة صورت عليه، بعد ما صورت عليه كذا لفت شوية أشوف اللي رمي حسيت حاجة فوق يدي كذا حسيت ارتعش، قلت ارتعش حسيت نفسي بالجو ارتعش إذا غلقت فلات الجو شفت واحد كذا نحيف ودوخت. والله يا أيمن معاق بحاجة العربيات وحفايض، بحاجة لغرفة منعزلة تكون في أسفل البيت عشان يكون يسكن فيها مع الحمام، وتكون مبلطة في أدوات الترفيهية عشان يعيش حياته زي أي طفل، لأنه الآن إحنا ساكنين في الدور الثالث وأخوانه وأخواته يطلعوا له الدور الثالث تعب مشقة عليهم. فنتمنى لو في دعم من أي جهة مختصة أو غير مختصة أنهم يبنون الغرفة هذه ويجيبوا له عربية ويجيبوا له متطلبات، لأنه ينقصهم متطلبات كثير. عامان ونصف مر على إصابته، لكنه حتى هذه اللحظة لم يجد مواساة حتى ممن تحدثوا باسم الثورة حينها وشاركوا باسمهم في حكومة ما بعد المبادرة التي خذلت الثوار وأرضت أطماع السياسيين ولم تحقق من أهداف الثورة شيء رغم مضي هذه الفترة الطويلة. جراحه التي تعيقه عن الحركة والغائرة أسفل ظهره أصابته بالشلل وعدم القدرة على الإخراج، لكنها لم تمنعه حتى اليوم من المشاركة في فعاليات الثورة المختلفة. الثورة ما اكتملتش، الثورة لازم تكتمل بعد من قصاص من المجرمين ونمسك كل من نهب الدولة وكل من ساهم بدعم البلاطقة. الحمد لله تمام، بس دي الأيام ما رحت مدرسة بسبب العربية انكسرت، واللي يمكن سنتين ما مش العربية، وكمان كنت طلعنا دار الدور اخواني صغار وذا يطلعونا يتعبون، باقي دي قلنا بذي البيت الغرفة ذي عن عدحان شان ابنيه ندور فاعل خير يصلحه. الجريح ايمن هذا والله العظيم ان في لذة الاكبات تتقطع قلوب حزن على الولد هذا، لم يفعلوا له اي شيء، لما تشوفه قدام عينك صراحة يعني
يجلس يتكلم معنا لما نحصل أقول استمروا يا شباب في ثورتكم استمروا. ما يزال أيمن كحاله جريح وأمثاله بالمئات ينتظرون من حكومة الوفاق الوفاء بما التزمت به من حقوقهم وتحقيق كافة أهداف الثورة التي ضحوا من أجلها، حتى لا يأتي يوم يندمون فيه على أحد الأمرين، المشاركة الثورية أو الحكومة الناتجة عنها، وهو ما بدأ يترسخ حاليا في أذهان الكثير. عبد الإله صالح، الساحات، الحديدة.